بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نزلنا القارب رقم 11 والقارب رقم 12، اول مره القوارب هاي تنزل الماي باسم فريق الشارجة، والحمد لله كنا موفقين، بس شوي الاحوال الجويه ما ساعدت على اكمال السرعه. اللهم لك الحمد ولك الشكر. المعنويات جدا عاليه من الفريق بشكل عام، من السائقين او الاداريين او يعني الجماعه اللي جايين من الشارجة ومن مجلس اداره، كنا نشتغل على ايد واحده ان شاء الله لانجاح هذا الفريق ورفع اسم الاماره في المحافل الرياضيه الدوليه.